التاسعة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة حشد الرأي العام لمواجهة تحديات المياه بالنظر للسيادة السكانية. وقال الرئيس السيسي خلال حضوره فعاليات الجلسة الخاصة بالأمن المائي والغذائي ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، قال الرئيس السيسي إن الدولة تحتاج إلى 2 ملياري متر مكعب من المياه سنويا لمواكبة الزيادة السكانية، وأن مصر بحاجة إلى 150 مليار متر مكعب مياه خلال العام 2040 مع الزيادة السكانية الكبيرة. وخلال فعاليات جلسة التحول الرقمي وحوكمة قطاع التموين ضمن مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تعمل على إضافة 4 ملايين فدان للأراضي الزراعية خلال ال4 سنوات المقبلة. وقال الرئيس السيسي إن ذلك سيوفر فرص عمل جديدة لنحو 8 ملايين أسرة. وخلال الجلسة أيضا أكد الرئيس السيسي أن السوق العالمي يستطيع استيعاب كل ما نقدمه من كوادر مؤهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات، مشددا على ضرورة تسويق فكرة قطاع الاتصالات والصادرات الرقمية في مصر للاستفادة منه. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الدولة حريصة على استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه كمنهج راسخ، بالتوازي مع السعي المستمر لتطويره وتحديثه وتعزيز قدراته على النحو الذي يتماشى مع مجريات العصر ومستجداته وتسيير إجراءاته بالسرعة المطلوبة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل. وتقدم الرئيس السيسي خلال الاجتماع بالتهنئة والتقدير لقضاة مصر بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري الذي يواكب 1 أكتوبر. تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شبب مديرية أمن الإسماعيلية صباح اليوم. وأعلنت وزارة الصحة والسكان رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية لاستقبال المصابين جراء الحريق، كما قامت الوزارة بالدفع بنحو 50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق، مؤكدة توافر جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة. وأشارت إلى أن سيارات الإسعاف قدمت خدماتها الإسعافية لنحو 12 مصابا في موقع الحادث، فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن أوكرانيا رغم استثناء تلك المساعدات من إجراءات تجنب الإغلاق الحكومي. وقال بايدن خلال تصريحات صحفية إن هناك شعورا سائدا بالحاجة الملحة ليقر الكونغرس حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا في الأيام والأسابيع المقبلة لدعمها في مواجهة العملية العسكرية الروسية. من جانبه أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتحاد سيزيد دعمه العسكري لأوكرانيا. وقال بوريل في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى العاصمة الأوكرانية إنه في مواجهة تحدي وجودي لأوروبا، وإن الاقتراح المطروح على الطاولة يظهر أن الاتحاد الأوروبي يريد زيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا. قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 100,000 لاجئ وصلوا إلى أرمينيا منذ العملية العسكرية الأذربيجانية لاستعادة السيطرة على ناغورنو كاراباخ. يأتي هذا في الوقت الذي وصلت فيه بعثة تابعة للأمم المتحدة إلى ناغورنو كاراباخ، وذلك للمرة الأولى منذ 3 عقود لتقييم الاحتياجات الإنسانية. في وقت لاحق قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية إن البعثة تفقدت نقطة تفتيش عند حدود كاراباخ مع أرمينيا. نهاية موجز التاسعة، عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.